في معلومة أو مصطلح. هذا محل مبارك وابني عبد الرحيم السد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من هنا ويوم جديد من الإحساء. طبعا شفنا اليوم شفنا البارحة بكافة تفاصيله. اليوم الثاني من مهرجان واحة الإحساء، الوجهة إلى ساحة قلعة إبراهيم الأثرية، إبراهيم بن عفيصان. بنشوف المعلومات اللي ممكن نحصلها عن هذه القلعة. طبعا بعد ذلك البرنامج راح يكون التوجه إلى بيت البيعة. بيت البيعة اللي هو تمت مبايعة الملك عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له من قبل أهل الإحساء. فما زال البيت هذا طبعا تحول إلى منطقة تراثية أو مزار سياحي، وما زال حتى السرير اللي كان ينام عليه رحمة الله عليه الملك عبد العزيز ما زال موجود في هذا البيت اللي هو بيت البيعة. على العموم بنحاول نشوف بعض المعلومات من قبل أهل المنطقة، مثل ما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. خلونا نشوف مع بعض إن شاء الله. هذا قصر إبراهيم من الخارج. طبعا حصلنا أخواننا هني بعض الدراجين السعوديين، بدأوا الدراجين التوافد في الساحة الخارجية للقصر. راح يكون في تجمع الدراجين إن شاء الله، بعد ذلك التوجه للمكان المخصص. نشوف الجماعة وين متجمعين. أيوة بالضبط موجود، ما شاء الله تبارك الله، الدراجين في كل مكان. نشارككم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البطارية مفضية بسويها نفس ساحة البحر. هلا والله عليك يا بطل، رهيب بطارية أحسن صح. بدء الجولة قصر إبراهيم، المركز الرئيسي لإدارة الحكم حيث كانت تقيم فيه حامية عسكرية. أيوة مركز إداري لإدارة الحكم الدولة. نعم. الآن ندخل إلى قصر إبراهيم. حياكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هاي بلكونة القصر. ها هذه ايه البلكونة هاي. شوف بلكونة اسمها صدق والله؟ لا طبعا لا طبعا معلومات غلط دوكم الحين. وين براندا؟ مش حق الناس بلكونة الأول. ما شاء الله هاي الساحة الداخلية للقصر. طبعا كان فيها حامية ايام العثمانيين. هذا ايام العثمانيين صح؟ نعم ايوه بالضبط. ما شاء الله مقر الحكم. مكان جميل والله. اوه لبسيها هذا فريق اليونايتد ما شاء الله. العالم كلها تمشي فوق. لا نحن تحت. لا زين. طبعا ناخذ فكرة تعريفية عن القلعة هاي مع الأستاذ والباحث
محمد مع الظهري يا سيدي. والنعم والنعم والنعم. على حسب المصادر والمعلومات هذا يسمى بقصر إبراهيم. أيوه. بالمختصر هذه حامية صحيح؟ نعم نعم. حامية للدولة أيام الدولة العثمانية؟ أو نعم اي من قبل الدولة العثمانية. زين والله معلومات ما شاء الله. لا لا زين ما شاء الله انت بكبرك زين. طبعا نسبة تسمية الى ابراهيم بن عفيسان على يوم الدولة السعودية الاولى. نعم اي ف زي ما انت شايف على فكرة اول القصر بدايته ما كان اصلا محاط، كان عبارة عن اجزاء متفرقة. نعم. بعدين أحيط القصر، وعلى فكرة من القصر كان ممتد سور يحيط بالكوت كلها. ما شاء الله بالمنطقة بالكامل. المنطقة هذه حساسة ومحمية سواء عسكريا أو ثقافيا. الكوت هي منبع الأدب والثقافة في منطقة الأحساء. في الأحساء نعم. في الأحساء. أي كم عمرها تقريبا؟ هذا تقريبا من بني من عام 963 هجري. نعم إيه 963 هجري تقريبا ميلادي 1555 تقريبا. نعم. فوق 500 سنة 600 سنة. إيه بالضبط. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. زي ما تشاف هنا غرف الجنود. نعم. شوفها هناك. ايوه. وهنا اول ما دخلته على اليمين. نعم. استراحات الضباط. الضباط في استراحه داخليه، وفي عندك اللي نسميها احنا في زمننا الان هذه الخارجيه الفيه دي شفتها. ايوه ايوه. انا اقول له ترى البلكونه، قال لي البلكونه. ما في شيء اسمه بلكونه قديم صح. وهذا طبعا هناك الحمام البخاري. نعم. التركي المعروف التركي هذا. ما شاء الله عليه يفتيت قلت مسجد. لا 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 لا, لا, لا بامكانكم تطلعون لها آلية خاصة تعرفون انتم في خروج الهواء ودخول الهواء. نعم. كذا نعم. لا لا بنروح لازم نشوفه ضروري. حياكم الله شرفتمونا. هذا البير هنا البير شوف لاحظ هذا. ايوه نعم. هذا البير. نعم هذا البير. ايوه. وطبعا زي ما انت شايف اعاده ترميم القصر والساحه ضبطت بحيث ان ان شاء الله راح الاحساء على موعد بالكثير من الفعاليات. والله الساحة هاي يعني ساحة فعالية ثقافية. نعم. بحتة. والقادم أجمل. أجمل. أجمل إن شاء الله. بإذن الله. طول بعمرك. شكرا لك الكريم. تفضل بوسم. في معلومة أو مصطلح. نعم. يعني نسمعها دائما في الحصون في القلاع اللي هي كلمة الحامية. شو معنات الكلمة الحامية؟ نختصرها بحماية. حماية. تحمي المنطقة. صحيح. فالاول ما كانوا يقولون الحصن الفلاني او القلعه الفلانيه، قال الحاميه الفلانيه. الحاميه الفلانيه هاي راجعه للعثمانيه. نعم مش عند اي حد. مش عند اي والحاميه تروح وترد على قوه الحصن نفسه، يعني كثر ما كان الحصن او القلعه كبيره سموها حاميه، لان في حصون ثانيه صغيره ما تسمى بحاميه على ايام الدوله العثمانيه. أيوة. للعلم فقط. سمعوا استفيدوا من الخبرات. الأول من نوعه في المملكة على فكرة. نعم. أول فندق سياحة. مفتوح في فندق. مفتوح مفتوح. في بعض المدرجين. فندق ومطعم. ومتحف. متحف. نعم. ومكتبة في مكتبة برضو. والله. إيه دري ترى همشي. وال بيت البيع ترى طباخين نساء من الأحساء. تمشون أنا أفضل. أي بس إنهم يعني. هذا هو بيت البيع؟ هذا طبعا فيه اللي تحت على طول. طبعا الجماعه يتكلمون عن بيت البيع اللي هو هنا. على الباص باذن الله. والله لسعد كنت ربع سياره ويروح لا 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 ما عليك. والله بس من على هالكرسي مش هذا على كل الجو تبارك الله. الله يحفظك. فيرس على كرسي الزاويه سامحوني هذا قيصريه. القيصرية والمدرسة العميرية تبارك الله. بسم الله السلام عليكم. تعال هنا تفضل يا كابتن. آخر مرة. بداية أبغى أعرف هل في أحد أول مرة يزور الأحساء؟ نعم كلها كلها كلها. ما شاء الله أول مرة، يعني إن شاء الله تكون يعني دولة موفقة لكم. طبعا الأحساء تعتبر أكبر وحدة تخييم في العالم. بداية نبغى نعرف إيش أسماء الأحساء؟ طبعا إحنا بلهجتنا الدارجة عندنا في الحساء ما نقول الأحساء، نقول الحساء. اهل الاحساء. طيب ها في احد يعرف ايش اسماء الاحساء قديما؟ هل عنده فكره؟
هجر؟ في هجر غير هجر. هجر ما شاء الله، مين اللي يتكلم؟ هذا. آه كويس. إيه؟ اللي وراء عنا سندو. ها غيرها غير هجر. الكوت. الكوت هذه منطقة أو حي عندنا في اللي هو الهبوب اسمه الكوت. الأحساء طبعا كانت لها عدة أسماء، منها اللي هو هجر زي ما تفضل الأخ. ايضا اقليم البحرين، كانت هذه المنطقه الممتده من العراق شمالا الى عمان جنوبا، هذه كل هذه المناطق تسمى اقليم البحرين، ثم بعد ذلك انحصرت في البحرين حاليا الموجوده. ايضا كانت تسمى بالجرهاء، هذا من اسماء الاحساء. طيب ما معنى كلمه الاحساء؟ لماذا اطلق الاهالي عليها كلمه الحساء؟ ايش معناها اللي في اللغه العربيه اللي يعرف المفردات او الفعل من فعل حساء، ايش معناتها؟ خريجة الأدبي والله دوي حياة الكبرياء. الأحساء هي المنطقة الصخرية المغطاة بالرمال تختزن المياه. هذا كلمة معنى حساء. حساء معنى يعني كأنه يحسو يعني يحفر. طبعا الأحساء تختزن مياه عيون كثيرة، كانت تقريبا 32 عين لكنها قليلا نضبت. أيوة نضبت، يعني ما كانت منها العيون اللي هو عين الحقل وعين الحارة وعين مسبعة، هي حقول كثيرة يعني عيون كثيرة كان فوارة. طيب الأحساء في عام 2016 اختيرت كمركز إبداع في حرفتين اللي هم في شيئين، في مجال اللي هو الحرف اليدوية تقريبا دخلنا تقريبا بأربعين حرفة يدوية، وكذلك اللي هو الفنون الشعبية، الفنون الشعبية اللي هي العرضة والزمني وما إلى ذلك. هل أدرجت ضمن الثقافة الدولية؟ الثقافة المحلية هنا نعم، أي يعتبر من الثقافة المحلية يعني. الدرجة الدولية اليونسكو نعم. في عام 2018 اختيرت من مواقع التراث العالمي في اليونسكو. طبعا في 2018 لو احنا درجناها من احنا طبعا احنا خلينا المركز الخامس. في عام 2020 اختيرت اكبر واحد نخيل في العالم. تتوقعون كم نخلة عندنا؟ 10 مليون؟ ها بالمليار. كم نخلة؟ 10 مليون. 10 مليون ها؟ 50. 50 من يزود؟ ما زاد هو. أنا عارف. 100 مليون. ها؟ 100 مليون من يزود؟ 5 مليون. ها؟ أوكي. أشتغل الكاش المليار. من يقلل طيب؟ من يقلل؟ مليون. لا مليون هو تقريبا من 3 مليون إلى مليونين ونص. طبعا الحين مع التوسع العمراني أصبح الحين مليونين ونص. طيب تعرفون إيش أشهر التمور اللي عندنا؟ عندما سئل الملك عبد العزيز طيب الله ثراه عندما قالوا له قام عند رجال الدولة عندما سأل قال لهم وش بنادي القهوة؟ وش بنادي القهوة؟ الهيل. طيب ردوا عليه صح، وفي ناس قالوا هيل. ها وش بنادي القهوة؟ تمر. تمر الحسا قال لهم. فاحنا مشهورين بالتمور الحسا زي القصيم عشان ما يسألون أهل القصيم. والمدينة. مشهورين بالسكري. أيوة مشهورين أهل المدينة بالعدوى. طبعا كل هذا بس إحنا مشهورين بالخلاص. طبعا إحنا موسمنا الآن اللي هو صرام التمور، يعني خلاص إحنا صرمناه وكنسناه وحطيناه إن شاء الله عقبال ما نشوفه يعني مرة ثانية في اللي هو كنس التمر. الحين وصلنا إلى بيت البيعة، وتفضلوا مشكورين في الأستاذ هناك يشرح لكم عن موقع بيت البيعة. حياكم الله تشرفنا. طبعا نحن هنا الحين في بيت البيعة حي الحربي ما شاء الله تبارك الله. الموقع الثاني شو؟ الأهمية التاريخية. أوكي. الشرعية. قريتوها؟ صدقكم. الإنجليزي بعد. لازم أقرأ؟ لا عطنا أنت أبوي رؤوس الأقلام. أما التفاصيل أنا رأسي عورني. أوكي. ومصاب. وضرب إبرة بروفين. غلط الإمارة. أخويا من مكسر الإمارة. ما شاء الله تبارك
زيارة لبيت البيعة فتح الساعة. تذكرة ترى الشواكيش اللي يكتبوا بس الحلوين ما يكتبوا وانتو حلوين ما شاء الله. هنا الغرفة اللي تمت مبايعة الملك عبد العزيز فيها صباحه. هذا ما تسكر غرفة في البيت قصة التمر مجلس النساء. السلام عليكم. مجلس الحريم. هذا يا مال الدبس. فخار فخار ايام الاول. حق الدبس. دبس ايه ايه فخار. حق التمر. هذه حجرة الفخار هالأول تمر فخارة يا ابن الحلال. ما فخارة؟ لا هالفخار مال البقرة. والله؟ سامحونا مال البقرة. يا أخوي الحجرة نلبس الشيء بس المسميات غرفة البيع ما شاء الله. ايه فوتك الغرفة داخل اللي بات فيها الملك الجديد. ايه هذه هنا موجودة حق لبس الملة عبد اللطيف اللي كان لابسه حق الامام ملابس المطوعه. ايوه اللي مو الملا هي نفسها لابسه ولا ولا شفت لبس المطوع وين عائلة المولى. هل هذا اللبس الموروث الشعبي هنا؟ أخت الكريمة. أخت الكريمة الله يجزيك الخير. هل اللبس هذا الموروث الشعبي لمنطقة الأحساء؟ هذا اللبس حق الأئمة. حق الأئمة. بس عندكم في المنطقة ولا مع العثمانيين؟ زي القديم لأهل الحسا. من أهل الحسن. إيه بس مش اللبس التقليدي يعني. إيه على أي أساس؟ مو اللبس التقليدي حاليا. بس سابقة. لا حتى سابقا يعني هذا حق الأئمة. قصدي لما يكون طوع لما يصليبهم أو حاجة. أي. لا معلش بس في لباس في لباس من أهل المنطقة حتى ولو كان مخصص لرجال الدين أو رجال الدولة أو كذا لباس معين وستايل معين لكن من أهل المنطقة مش تم استيراده عن طريق العثمانيين أو من دول أخرى. أنا هذا اللي قصدي هل هو من الموروث الشعبي لمنطقة الإحساء نفسها وليس مستورد مع الحامية أو كذا. هذه اسمها غرفة البيعة. الله يجزيك الخير يا اخي الكريم ما شاء الله يا الكباتن. يا هذا العام اللي خذوا البيعة شيخ عبد اللطيف. عياله. ايه. ايوه اما الشيخ روحه ما لها ما في له صوره صح؟ لا بس مش يمكن داخل في داخل شوي. داخل ها؟ هذا تاريخ اهل الاحساء. طبعا السوق مبني على الطراز المعماري القديم تلاحظون الأقواس والدرايش والزخارف الجميلة التي تميز هذا السوق. هذا السوق مشهور في دول الخليج برضو يسمى بسوق القيصرية. تفضلوا إلى هذا السوق الآن وفي يوجد مرشدين سياحيين يستقبلونكم. لكن الإحساء كموقعها بخريطة العالم في خريطة الخطوط التجارية كانت الإحساء من ضمن النقاط اللي تقف فيها ويسمى الدرب درب الحرير أو درب إيش درب البخور اللي يأتي من شرق الكرة الأرضية إلى الجزيرة العربية بعدين ينطلق إلى الشام عن طريق أقدم ميناء موجود في الساحل الشرقي هو ميناء العقير. ميناء العقير مرتبط بسوق
القصرية. هذا السوق اللي احنا متواجدين فيه بالتحديد الآن، نقف أمام أحد الممرات والبوابات الرئيسية اللي هي بوابة الحدادين. بوابة الحدادين هذه البوابة لماذا سميت الحدادين؟ لتواجد الحدادين في هذه المنطقة بكثرة إلى الآن. طبعا الأول كانت الحدادة مهمة جدا، مهمة جدا في حياة الإنسان. الآن لا، المحلات ما صارت تعتمد، أو الناس ما صارت تعتمد على هذه المحلات. ننتظر المجموعة اللي معنا وبعدين ننطلق إن شاء الله بجولة داخل الساحل. عمر السوق نحدد الآن النقطة اللي احنا موجودين فيها. احنا في وسط الهفوف التاريخي في محافظة الأحساء. الأحساء محافظة فيها خمس مدن رئيسية اللي هي الهفوف احنا فيها، ومبرز، العيون، الجفر، وآخر شيء العمران. احنا الآن متواجدين في مدينة الهفوف اللي تعتبر العاصمة الإدارية لمحافظة الأحساء. الهفوف فيها وسط الهفوف التاريخي اللي يحتوي على ثلاثة أحياء موجودة في الخريطة: حي الكوت، حي النعاتل، وحي الرفعة. حي الكوت انتو زرتوا قصر إبراهيم؟ أيوه. هذا في حي الكوت. زرتوا المدرسة الأمنية؟ هذه في حي النعاتل. الآن احنا متواجدين في حي ايش؟ حي الرفعة. حي الرفعة الآن يتواجد فيه سوق القصرية التراثي، لكن قبل 400 سنة وين كان السوق؟ كان خلف، شفتوا الأقواس هذه؟ هذه تجسد سور الكوت القديم. كان السوق القصرية خلف هذا السوق ب 102، ما نسمي محل، نسميه دكان. دكان يعني مترين في مترين، هذا يسمى دكان. الآن في السوق المتواجدين فيه احنا يحتوي على 422 دكان، 70% أصل بصكوك لمواطنين، و 30% للدولة طبعا ممثلة في أمانة الأحساء. أقدم صك تقريبا في القصر في الحس، بقول في الحس سوق للأمانة ما وقفت عليه، لكن في الأحساء 600 سنة. أنتوا لما جيتوا قصر إبراهيم أحد تكلم عن مسجد الدبس؟ نعم. زين، خلف مسجد الدبس في مسجد قديم بني عام 800، ما بين 840 850، مسجد الجبري بنوه الجبور اللي حكموا الأحساء ما بين عام 820 إلى 941. الصك تقريبا او الوقف الموجود ومذكور فيها الجبري تقريبا عمره الان 680 سنة. هي كوثيقة ما في شيء اكثر يعني اقدم من هذا والله للامانة. ما وقفنا عليه الاحساء، وين الاحساء قديم، ما وقفنا عليه كاسم مسند الى الوقت. في مباني او فيها اثار او فيها اجل ناخذ معلومة على هذه. في نهاية المبنى القصري او يعني سوق القصرية في بيت بالزاوية مكتوب عليه لوحة اسياد. نعرف أن الأحساء كانت عاصمة المنطقة الشرقية إلى عام 1373 هجري، بعدين انتقلت وين؟ إلى الدمام. الامتياز اللي وقع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مع شركة ستاندر أويل اللي الآن تسمى شركة أرامكو كان البيت الشيخ إبراهيم القصيبي في نهاية هذا السوق. لكن تتفضلون معي ندخل نتعرف ليش سميت هذه البوابة أو هذه الدروازة ببوابة الحدادين. حسات البلاد طبعا هو سوق الحدادين. المنطقة هاي بوابة الحدادين، أدوات مربين الحلال، نياد وغيره، وهذا الرجال. لا انت كذبت، انت كذبتني. تعال الله يسعدك. هذا توصيل؟ نعم صحيح. هذه طبعا قبائل اللي عندهم النياق والحلال، كل واحد له اسم. هذا اسم يمكن من عزل اصحاب عزل. إيه؟ مطرق. نعم عزل. نعم عزل. يعدلون على حسب الوسم. على حسب اي نعم. وهذا اسم ثاني زي الليف. لا 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 الكربه اللي هو اصل قاعده السعفه. عشان كذا يقول الشاعر في الكرب وش يقول؟ يقول سمعت صوت الحبيب ينوح، ينوح ذاك اللي جعل في الحشاء كيه نار الكرب تشتعل وتنطفي وتروح نار الهوى في داخلي حية. عشان كذا يقولون حصانك. اما هذا حق تنجيل
لا جاء الشوك اللي يطلع من السعف يحاول انه يخلق نعم مقتها. وهذه عاده يعني لايش بالنهايه الروس اللي طالعه من العذوب وتنظيف الليف. طبعا يسمونها الاول ام السعف والليف عاد تختلف مسميات يعني المناطق عن بعض. هذا انتم ايش تسمونه؟ مسحاف. هذا سخين عندنا مسحاف. سخين ايه مسمى عندنا غير عن هاي شوي سخين تجي زي الكف كذا. هذا هذا سخين وهذا بس طويله. نحن هاي لا هذا اللي عشلة. لا والله احنا عندنا الهيب. هيب الهيب شبيهة بس الهيب أصغر عن هاي. هذا الهيب هذا عندنا عطلي. عندنا اعتلى اللي تقول عنه كريك. أوكي الكريك اللي يجيك زي كذا بس أنا مطول كذا كريك. علشان كذا هذه المنطقة إحنا سميناها أو بوابة الحدادين. انتهينا الأحسن لنا بالهم طويل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدحهم قال في سيدهم خصلتين يحبهم الله ورسوله هي الحلم والأناة. الحلم والأناة. وأيضا مدحهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وماذا قال؟ قال سوف يأتيكم من ها هنا خير أهل المشرق. هذا بشر صحابته قبل قدوم عبد القيس. الآن بالهم طويل معناها مزاجه حلو. نعم. قاعد يسوي الوردة الحسوية. ما عندنا احنا اصلا وردة حسوية في الاصل. ما نعم. في وردة حسوية لكن البيذانة. وينك حبيبي اكيد اهل الامارات يعرفون اهل النخل. لا البيذانة معروفة عندنا. معروف ما هي حبة اللوز بيذانة. البيذان بيذانة. نعم حبة اللوز ياكل نصها صارت مثلثة سوى منها نقش. بذانا ككل سوى صفها وطلعت منها الوردة الحساوية. لكن أتبون شيء عملي على مزاج الحساوي في الحدادة. متى جاتنا يعني الأنواع الدعاية؟ يقول قريب يعني 30-35-40 سنة. قبل كان في لمبات ما في. أجل نجل النقش الموجود على الباب مش مكتوب بعد حتى مستخدمين اللغة العربية في الموضوع الإشارة. هذا محل مبارك وابني عبد الرحيم السد. هذا عبد الرحيم داخل شايب. تعالوا شوفوا هذا هو قاعد الآن. هو آخر يعني الحساوي الأول كانوا هم اللي يحلقون. هذا آخر حلاق حساوي ماركة أصلي. أنا أصلي ما في إنتاج. لا أحد يدخل عليها شباب. شفت اللي الآن الشق اللي على اليمين على اليسار هذا الحجاج قاعد يحجم. حجم بعد الله عليه يحجم وحلق. هنا قال المحسن هو إيش الحلاق. يلا نبغى ست مهن للمحسن. أول شيء قلنا الحلاق محجم. قاعد عط فرصة لل يلا ومختن. هذا ثلاثة الآن. عطاني عرفا إحنا ولا غيرهم. معالج شعر بإيش تبقى الحرفة بعينه. حلاق بالموس قال مطهر زين يعني هو. لا ذاك عندنا الحواج. عندنا من أشهرهم أحمد بدو بن سرور واللي يعطيك خلطة حتى لو أنك مجبر عمرك 80 يقولون كان يرجعك شباب. شو اسمه توفى الله يرحمه. ما ورث العلم اللي عنده. نقول حلاق محجم مطهر بعد مجبر ممتاز. باقي عندنا عاش بن عمي الكسر مجبر قال الكسر باقي يكوي نعم الكي باقي بعد باقي ها باقي واحدة بيض الله وجهك. طبيب أسنان طبيب أسنان هو اللي كان مسؤول يعني المحسن والحلاق. الحلاق كمان كان يشبهها هذا المحسن هو الحلاق محجم مطهر الأولاد ويكوي الكي يعالج الاسنان ويجبر يعني يجبر الكسور. كلها كانت مهمه بس واحد الان لا توزعت هذه كلها هنا. طبعا في المكان هذا سبيل المحسن الاول كان هنا موجود الى الان. الفتحه هذه نزلنا على بير تحت كانوا ياخذون الماء يصدرون الماء
اللي ما يسمى الأول خزان، وكانت الأول أنا أذكرها يعني وأنا صغير يعني كذا ذكرى بسيطة إنه كان موجود هنا، اللي هي بطريقة الملابين. بلابين وش هي؟ هي صنبور الماء يكون حديد، حطوا حديد يحطون عشان يسكرونه خشب. خشب أيوة. وقت يفتحونه يطلع الذي يطلع زي الصوت أحيانا. سموه عشان كذا البلابين. إذا في أي سؤال في المنطقة هنا ولا راح نتحرك على أماكن أخرى. الله يجزيك الخير. زين. بنتحرك أجل، بنتوجه الآن إلى أحد محلات أشهر محلات بشوت، نعطيكم فكرة عن البشت الحساوي. ليش هو يعني أغلى بشت موجود في المكان أو في يعني في الشغل الدولي؟ والله بنشوف الآن. هذا جزء من سوق القيصرية ما شاء الله. سكة، هاي سكة رقم 11 صح؟ بشوت ودنيا وما شاء الله صديري و... يا سلام. الحين مودينا منطقة اللي فيها أغلى أنواع البشوت الحساوية، نشوف شيء جميل والله ما شاء الله، حتى للسياحة العائلية. طبعا مشالح القطان الملكية، الشغل اليدوي وشغل الكمبيوتر او الآلة. نشوف الآن النقشات هنا موجودة واشكالها مختلفة زين، لكن من اشهرها اللي هو اخرها وزير الرياضة صاحب السمو الملكي في عهد الملك فهد. من هو؟ فيصل. فيصل ولدها فيصل، فيصل بن فهد رحمه الله عليه. اخر من صمم احد النقوش المشهوره هو نقش الطبوقه. نقش الطبوقه طبعا، الطبوقه وين يكون النقش اللي هنا؟ يكون في الهيله. في الهيله نعم. هذا النقش اللي صاير، شفتوا المنطقه هذه، هذا النقش في هالمنطقه هذه ما تسمى الهيله، لان صناعه البش تبدا من الصدر هذا اللي هو المنطقه هذا الداير. هذه المنطقة تسمى الداير، بعدين تجي الهيلة، بعدين يجي الطوق هذا، بعدين تجي البروج، هذه اللي زي كذا البروج، بعدين آخر شيء المكسر. المكسر اللي يجي الخط هذا اللي جاي كذا اللي هو هذا المنطقة هذه. هذا لما نسويه كذا ويكون مبطن بقماش، هذا يعتبر كمبيوتر، هذا يعتبر كمبيوتر. هي البشت اذا انت قلبت الهيله نعم وحصلتها مبطن، هذا كمبيوتر. شغل كمبيوتر هذا. اي هذا كمبيوتر بس بعضها. والشغل اليدوي لا، بس يبين ان بيش مرحله البرداخ هذه تطلع فيها الخيط من وراء هذا البرداخ. وش هي البرداخ؟ الضرب. مطرقه. مطرقه يضربون خشبية. فيها الخيط الزري على اساس يطلع اللمعه. الحين نشوف هنا هذا عادي صعب حتى سلام. لو شالها إيه ما يصير زي كذا تلمسها صعب. إيه لأن في الخلف هو أصلاً خيط زري. هذه إيه خيط زري زين وعريض، فيطلع حتى من وراء لمعته. عكس الكمبيوتر، حتى لو سواه وشال البطانة يطلع الخيط. يطلع الخيط العادي. كذا شغل يدوي. هذا الشغل يدوي بسبب هذه طبعاً يسمونها هذه المنطقة. إحنا قلنا المكسر، بعدين الداير. تمام، بعدين الهيلة أو الصدر، بعدين البروج. لكن هذا تسمى تكحيلة، كحلة. هذه تسمى كحلة إضافية في النقش الملكي لخيط أحمر. متوسط الأسعار. أنا أطلع من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى. لأن بس أعطيكم معايير تكون الزري. يعني اغلى حاجه عندنا الالماني صح، الخيط الالماني، بعدين الهندي، بعدين يجي اللي هو عذرا الالماني الفرنسي الهندي. الهندي اللي عندك متوسط اسعارك خبرتك انت بس تبدا من 1500 الحساوي اللي خيطه هندي الى 8000. هذا الماني. اسف، هذا الالماني درجه اولى. هذا افضل شيء بالنقش طبعا الملكي الحساوي. هذا الاحمر. لا 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 يدوي. يدوي هذا سلور. هذا كم يا اسف؟ هذا 4500. هذا 4500. والقماش قماش طبعا ايطالي ولا القماش ياباني؟ ياباني ياباني. وهذا يا اسف ترى ما ندخل احنا في عدل. وهذا الموجود هذا فرنسي درجه اولى.
فراسي كم سعره؟ سعر هذا 2500. يعني شوف نص السعر. نص السعر. نص السعر صح. معنا نفس الشكل. إيه نفس الشكل هذا. والهندي. هذا هندي. نعم. هندي درجة أولى هذا. هذا هندي درجة أولى. كم الهندي؟ هذا 1000 هذا 700. درجة أولى على النقشة. لكن كلها ترى مؤجرة من قبل من؟ من قبل أصحاب المحلات هنا نخليها مستودعات. ما أدري إيش هو. فهذه تابعة كلها المحلات هذه اللي إحنا نشوفها تابعة لأمانة الأحساء. يعني هذه مضافة وليس من الأصل. لا من نفس كيان السوق لكن اللي يملك بسكوك المحلات هم من مواطنين 70% و30% لا ترجع ملكيتها الى الامانه فعشان كذا بامكانك انت تاجر بس شو اللي رجعها للامانه ما اذا كان السوق اساسا من القدم كله عباره عن صكوك عباره عن املاك عوائل نعم صحيح فشو اللي رجع المحلات تايه وال30% هذه الجزئيه بالتحديد انا ما عندي الاجابه يعني الواضحه عليها 100% قد تكون هي فعليا انشئت انشئت لأوقاف لخدمة السوق وراحت إلى راحوا ولا أحد وراهم وردت خلاص أبسط يعني نقول إن ما لها صك أو القرضة